أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إلى تفاصيل في خبر عاجل، أكد الناطق باسم مستشفى مصراتة المركزي أكرم جليوان استلام جثمان عميد البلدية محمد الشتاوي. وأضاف جليوان في اتصال مع النبأ أن جثمان عميد البلدية كانت عليه أثار عيرة نارية وقد وصل للمستشفى مقتولا. وأفاد مدير مكتب الإعلام بالمجلس البلدي مصراتة خالد رفيدة في اتصال مع النبأ أن مجموعة مسلحة اعترضت سيارة عميد البلدية أمام مطار المدينة واعتدت عليه، مشيرا إلى إصابة شقيقه بطلق ناري. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من مصراتة الناطق باسم مستشفى المدينة أكرم جليوان. دكتور أكرم، في البداية لو تصف لنا الجثمان وشكل الإصابة إن كانت بعيار ناري أو أكثر من ذلك. في البداية أؤكد وفاة عميد بلدية مصراتة الذي وصل من قبل حوالي نصف ساعة ليلة اليوم الأحد الموافق 17 من ديسمبر. بالنسبة للإصابة كانت يعني إصابة مباشرة وبليغة بالرأس بآلة حادة وقاعدة نارية بالرجل. طبعا وصل العميد البلدية وهو يعني جثة هامدة. بالنسبة للحالة اللي عاش انتبه أن العميد وصل مقتولا إلى عيادة الصلاة. طيب، يعني متى تمت ربما أو تم استهدافه إن كنت تستطيع تحديد ذلك من الجثة؟ الانباء تشير الى ان تم اغتياب العميد يعني من مطار مدريد، قد جاء غير مجهوله او معلومه ووجد يعني مقتول جثته امام احد الاتحادات الخاصه بملك سواده. نعم. الاكيد ان العمليه القتل تمت قبل ساعه من وصولها على الاقل تقريبا الى مستشفى مصراتة المركزي لتحديد حوادث الاطفال. طيب، الأنباء تفيد بأن أخ الضحية كان معه وهو معرض للإصابة، هل وصل إلى المستشفى؟ هل ربما أدلى بمعلومات معينة عن الجهة التي استهدفت عميد البلدية وكانت هنالك تفاصيل أخرى من قبله؟ أخ العميد وصل قبل يعني حوالي نصف ساعة، كانت إصابة يعني بسيطة وأعتقد أنه لا يزال. بالنسبة للمعلومات الأخرى لا أعتقد أني أملكها لأنني حاولت ان اتواصل مع الجانب الطبي اكثر. طيب، يعني هل من اثار معينه على جثمان الضحيه قد تشير الى اختطافه قبل تعرضه للقتل؟ طيب، هناك اثار اغتياد واختطاف للعميد على جثمان العميد، وايضا المنطقه الناريه اعتقد ان هي كانت في الارض ممكن نتيجه مرض او يعني ملاحقه او يعني مقاومه لعمليه التصفيه الجسديه اللي تعرض بها يعني. او هرب، ربما عمليه هرب. ايوه، أو ربما عملية هرب كما ذكرت يعني، لكن هل ربما من الضرب كانت يعني اعتقد البليغه كانت في الراس نتيجه اخذ الطوارئ، يعني كانت الاله الحاده واضحه يعني مخترقه. دكتور أكرم، لا نسمعك بشكل جيد، لو تعيد هذه الجملة. ذكرت أنه تعرض لعيرة نارية، وأيضا هل يعني تحدثت عن إصابته بآلة حادة في الرأس؟ الآلة حادة اخترق العميد، لا أعتقد أن هي حادة، ممكن تكون أخمص، ممكن تكون يعني حديدة أو يعني حاجة يعني يعني أدت إلى هذه الإصابة البليغة بالرأس، مما أدى بالتالي إلى التدهور حاله وبين وصولها إلى المستشفى. إذا دكتور أكرم، تؤكد أن الآثار على جثمان الضحية تشير إلى اقتياده قبل مقتله، لكن تعرضه للإصابة هل تشير آثار الرصاص إلى تعرضه للإصابة من قريب أو ربما مسافة بعيدة؟ هذه صعبة يحددها طبيب شرعي. نعم، لكن الآن الخبر هو اللي ممكن يقع يعني، والان اؤكد هذا الخبر ان الله لا اله الا هو ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ولكن بقلوب يعني يعني لا الحزن
في وفاة المصدور به عميد بلدية مصراتة السيد رحمة الله عليه محمد الشتاوي، وأكد هذا الخبر. ولكن الأحداث لازالت الآن الأنباء متضاربة حول هذه الجهة التي اختارت العميد البلدية حول كم هوية هؤلاء الأشخاص. هي خبرنا، ولكن أؤكد من خلال من بركم أن عميد بلدية مصراتة بجنة الله نعم. وبدورنا من قناة نبأ نقدم التعازي لأهالي مدينة مصراتة في فقيدهم السيد محمد الشتاوي عميد بلدية مصراتة.